خليني اروح لشيخ احمد. شيخ احمد محمد. في البدايه حابه اعرف منك، من رايك او في رايك، بتكلمنا عن مسابقه بورسعيد، وحابه اعرف منك كمان زي ما سالنا عمر، مين قدوتك من المشايخ الكبار؟ طيب، بدايه قدوتي من المشايخ الكبار اولا سيدنا الشيخ محمد رفعت، الله، سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل، سيدنا الشيخ راغب مصطفى غلوش، سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي، سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي، سيدنا الشيخ حمدي محمود الزامل، الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، الشيخ شعبان الصياد. كتير جدا جدا كده، عامل توليفه من اعظم الحناجر في قراءه القران. يعني انا بقول لحضرتك، هي الفكره من ده ايه بقى؟ ان انا اخد من كل واحد الشيء المميز، زي ما حضرتك بتعمل بوكي ورد، فبالتالي حضرتك بتعمل بوكي ورد، بتجمع عدد معين من الورود صحيح بألوان معينة، وتبدأ إن حضرتك تنسقهم مع بعض، فتبدأ تعمل بوكي ورد بشكل متناسق ومنظم. فبالتالي أنا ما ينفعش إن أنا أخد مدرسة واحدة وأبدأ أشتغل عليها لوحدها، لا، أنا لازم أنوع ما بين المدارس عشان أنا أخرج بشيء خاص بي أنا لوحدي. حضرتك هنا يعني جمعت ما بين عدد مختلف من القراءات العشر. الحمد لله رب العالمين، انا معايا القراءات العشر ما شاء الله. معايا القراءات العشر الصغرى، وحاليا بدرس في الكبرى، لان انا اخذت، انا اولا دراستي كانت، انا كنت خريج كليه الاداب قسم علم الاجتماع، بسم الله ما شاء الله، واخذت عليه القراءات، وانا حاليا في ثانيه تخصص في القراءات. بالمناسبه انا سبت الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع عشان اكمل في علم القراءات، يعني انا خلصت تخصص وادخل كليه القران الكريم. ما شاء الله. طيب، يعني حضرتك بتتكلم على تخصص ودارس وعارف يعني طريقك ايه وراسم لنفسك حلم بالزبط. لكن حضرتك يعني في الاجابه على سؤال جمانة قلت حاجه مهمه قوي، ان حضرتك عملت بوكيه الورد الخاص بيك. الحمد لله. هو او المدرسه الخاصه بيك، ما اقدرش اقول ان هو اكتمل حضرتك، لانه عشان اكمل او اعمل مدرسه خاصه بيا منفرده، ده محتاج وقت ومجهود طويل.